بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني عشر علمي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الكيمياء بعنوان معايرة الأحماض والقواعد. ما المقصود بالمعايرة؟ المعايرة هو أحد أنواع التفاعلات الكيميائية، وعملية المعايرة تعرف على أنها هي عملية كيميائية برية يتم من خلالها معرفة حجم المحلول القياسي سواء كان حمضا أو قاعدة اللازم ليتفاعل تماما مع المادة حمض أو قاعدة المراد معرفة التركيز، بمعنى أن عملية المعايرة هي عملية تتم في المختبر ويحدث تفاعل فعليا بين مادتين أحدهما حمض والآخر أحدهم معلوم التركيز، وليكن الحمض هو معلوم التركيز حينئذ يسمى محلول قياسي، فتكون القاعدة هي مجهولة التركيز، أو العكس قد يكون القاعدة هي معلومة التركيز وتكون هي المحلول القياسي ويكون الحمض هو مجهول التركيز. كذلك يمكن تعريف المعايرة بأنها هي عملية تستخدم لتقدير تركيز مادة معينة، أي أن لدينا مادة مجهولة التركيز في محلول ما بواسطة محلول آخر معلوم التركيز، وهذا المحلول معلوم التركيز يسمى المحلول القياسي. ما هي التطبيقات الحياتية لعملية المعايرة؟ نلاحظ عملية المعايرة لها العديد من التطبيقات الحياتية في مجال الرعاية الصحية، مثل اختبار الدم الذي يجرى لتحليل السكر، كذلك في مجال الصناعة في تحضير بعض المواد الغذائية أو مستحضرات التجميل أو العصائر، كذلك في محطات تحلية المياه ومعالجة المياه. ما المقصود بتفاعل المعايرة؟ المعايرة التي يتم دراستها هي معايرة التعادل، أي أنه يحدث نوع من أنواع التفاعلات يسمى تفاعل التعادل. ما المقصود بتفاعل التعادل؟ هو تفاعل كاتيون الهيدرينيوم أي كاتيون الهيدروجين من الحمض مع أنيون الهيدروكسيد من القاعدة لتكوين الماء. مثال، إذا أخذنا حمض الهيدروكلوريك HCl زائد هيدروكسيد الصوديوم NaOH، يحدث تفاعل بحيث يتفاعل كاتيون الهيدروجين H موجب من الحمض مع أنيون الهيدروكسيد OH، حيث يتحد كاتيون الهيدروجين H موجب من الحمض مع أنيون الهيدروكسيد من القاعدة وتكون جزيء الماء، ثم يتحد كاتيون الصوديوم من هيدروكسيد الصوديوم مع أنيون الكلوريد وتكون ملح يسمى كلوريد الصوديوم، أي أن أنيون الكلوريد يعتبر متفرج وكذلك كاتيون الصوديوم يعتبر متفرج، وتكون المعادلة الأيونية النهائية لتفاعل التعادل هي تفاعل كاتيون الهيدرينيوم H3O موجب مع OH سالب من القاعدة ويتكون الماء. ما المقصود بالمحلول القياسي؟ المحلول القياسي هو المحلول المعلوم تركيزه بدقة سواء إذا كان الحمض أو القاعدة بحسب التفاعل الموجود. ما هي خصائص تفاعلات التعادل؟ أي خصائص تفاعل الحمض مع القاعدة؟ أولا، تفاعلات التعادل تكون طاردة للحرارة أي ينتج حرارة من هذا التفاعل. ثانيا، يكون التفاعل تام أي أنه عند مزج كميات متكافئة من الحمض والقاعدة يستهلك جميع كاتيونات الهيدرينيوم H3O موجب وكذلك يستهلك جميع أنيونات الهيدروكسيد من القاعدة. ثالثا، ما نوع المحلول المتكون من تفاعل التعادل؟ يوجد ثلاث احتمالات، قد ينتج محلول مائي متعادل أي أن pH له تساوي 7، وهذا يحدث عندما يكون الحمض المتفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية. الاحتمال الثاني أن يكون المحلول الناتج محلول حمضيا أي أن تكون قيمة pH أقل من 7، وهذا يحدث عندما يكون الحمض هو القوي والقاعدة تكون قاعدة ضعيفة. الاحتمال الثالث أن يكون المحلول المائي الناتج قاعديا، وهذا يحدث عندما يكون الـ pH أكبر من 7، هذا يحدث عندما يكون الحمض ضعيف والقاعدة هي القوية. ما هي خطوات معايرة قاعدة قوية بواسطة حمض قوي باستخدام أدلة التعادل؟ الخطوة الأولى هو يتم ملء السحاحة بحمض الهيدروكلوريك، وفي هذه الحالة يعتبر هو المحلول القياسي، ثم يوضع حجم مقداره 20 ملي لتر من القاعدة في الدورق ويضاف إليها بعض قطرات من دليل مناسب وليكن دليل الميثيل البرتقالي، ثم يسح حمض الهيدروكلوريك قطرة قطرة من السحاحة على المحلول الموجود في الدورق حتى نصل إلى نقطة التكافؤ، ونحدد كمية الحمض التي استهلكناها في هذه المعايرة. كرر الخطوات السابقة 3 مرات، وفي كل مرة نسجل حجم الحمض المستهلك من السحاحة ثم نحسب المتوسط الحسابي لحجم حمض الهيدروكلوريك، وعند انتهاء عملية المعايرة التي يمكن تحديدها عند تغير لون الدليل نكون قد وصلنا إلى نقطة التكافؤ. ما المقصود بنقطة التكافؤ؟
نقطة التكافؤ هي النقطة التي يتساوى عندها عدد مولات كاتيون الهيدرينيوم من الحمض مع عدد مولات أنيونات هيدروكسيد القاعدة، أي هي النقطة التي يتساوى عندها عدد مولات كاتيونات الهيدرينيوم H3O موجب من الحمض مع عدد مولات أنيونات الـ OH السالب من قاعدة. ماذا يحدث أثناء عملية المعايرة عند نقطة التكافؤ؟ عندما نصل لنقطة التكافؤ يكون عدد مكافئات القاعدة يساوي عدد مكافئات الحمض، أي أن عدد مولات الحمض NA مقسومة على A، NA هي عدد مولات الحمض التي استهلكت فعليا، وA هي عدد مولات الحمض الموجودة في المعادلة، NB هي عدد مولات القاعدة التي استهلكت فعليا، وB هي عدد مولات القاعدة الموجودة في المعادلة. ومنها يتم التعويض عن قيمة عدد المولات بأنه بيساوي الحجم ضرب التركيز، فيكون NA هنا نعوض عنها بCA ضرب VA على A تساوي CB ضرب VB على B، وهذا هو يعتبر هو القانون الذي سنستخدمه لاحقا إن شاء الله في مسائل المعايرة. مدى أدلة التعادل وألوانها؟ لدينا العديد من التعادل، وكل تفاعل يحتاج إلى دليل معين، أي أنه لا يصلح دليل واحد لجميع أنواع تفاعلات التعادل. من أمثلة الأدلة دليل الميثيل البرتقالي، وهو أحد الأدلة الحمضية، ولونه في الوسط الحمضي أحمر، ومداه من 3 عندما يكون بي اتش بيساوي من 3.1 إلى 4.4، ولونه في الوسط القاعدي لونه أصفر. دليل الميثيل الأحمر هو من الأدلة الحمضية، ولونه في الوسط الحمضي أحمر، ومداه من 4.2 إلى 6.3، ولونه في الوسط القاعدي أصفر. الدليل الثالث هو الثيمول الأزرق القاعدي، وهو من الأدلة القاعدية، لونه أصفر في الحالة الحمضية، ومداه من 8 إلى 9.6. الدليل الآخر هو الفينول فيثالين، وكذلك من الأدلة القاعدية لأن مداه من 8.2 إلى 10، أي أنه أكثر من 7، ولونه في الوسط الحمضي يكون شفاف، ولونه في الوسط القاعدي يكون زهري. الدليل المناسب، ما المقصود بالدليل المناسب؟ الدليل المناسب هو الدليل الذي يجب أن يتغير لونه عند حدوث التغير المفاجئ في قيمة الأس الهيدروجين بي اتش للمحلول حول نقطة التكافؤ، أو يمكن كذلك تعريفه بأن الدليل المناسب هو الدليل الذي يتفق مدى والمدى الذي يحدث عنده التغير المفاجئ في قيمة الأس الهيدروجين بي اتش للمحلول حول نقطة التكافؤ. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام درس اليوم، على أمل باللقاء في دروس قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.